طيب، وزير خارجية لاتفيا يقول بأن بلاده لن تقوم بمنح أي تأشيرة لأي روسي يفر من قرار التعبئة العسكرية الذي أصدره فلاديمير بوتين. بماذا تعلق على هذا التصريح؟ وهل هناك بالفعل نوايا لهؤلاء الجنود الذين يقعون أو هؤلاء الأشخاص المتواجدين حاليا في الاحتياط العسكري من أجل الفرار من قرار بوتين؟ لا أعتقد بأنه يستطيعون الفرار إذا ما أخذنا بعين الاعتبار حجم القبضة الأمنية الكبيرة التي تمارسها السلطات الأمنية في الداخل الروسي، وحملات التغييب القسري هي ذاتها التي كانت تجري عند النظام السوري، وهي المدرسة الأم بالنسبة للأنظمة الأنظمة القمعية الدكتاتورية في العالم. روسيا هي أصل تلك المدارس، وهي من يقوم بتلك العمليات تجاه الشعوب التي ترغب بالوصول الى الحريه، وتحاول بشتى الوسائل انفكاك عن حقب الدكتاتوريه السابقه. لذلك اعتقد بانه كل من سيرفض سيلاقي اما حتفه من خلال التغييب القسري، او من خلال التصفيه الجسديه، او من خلال زجه في جبهات دون اجراء اي تدريبات عسكريه. وبالتالي هؤلاء الذين سيرفضون الاوامر العسكريه الروسيه سيلاقوا حتفهم، وبالنتيجة سيستخدموا كحطب لوقود النار التي تجري أو خلال الحرب التي تجري في الداخل الأوكراني. طيب، ماذا يمثل هذا القرار بأنه يأتي لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية؟ هل تعتقد بأننا مقبلون على حرب عالمية جديدة بعد قرار فلاديمير بوتين هذا؟ ربما التصريحات الروسية في أعلى مستوياتها اليوم، نظرا لحجم الخسائر التي تكبدتها من خلال الحرب التي استمرت قرابة 8 أشهر تقريبا حتى هذه اللحظة، هنالك خسائر كبيرة تكبدتها على شتى الجبهات. لذلك أعتقد أنه سيلاقي هنالك الكثير من الخسائر. ربما لو حاول القبول بتلك المكتسبات سيكون هنالك رغبة شعبية من الداخل الروسي بإعادة تأهيل النظام القائم، وبالعكس ربما قد يكون هنالك دعم لهذا النظام.